السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معنا مره اخرى في فيديو جديد، جد سهل جد سريع جد شهي، خصوصا انه كله شوكولاته، كيك موس شوكولاته، كيك بشوكولاته، قطع شوكولاته، موس شوكولاته، كلها شوكولاته. فمن غير ما اطول عليكم ونشهيكم اكثر، هذه هي كيكنا لليوم. كيف ما كتشوفوا الشكل جد جميل، الشكل جد شهي. بالنسبة للناس محبين الشوكولاتة فهذه كيك لا تقاوم، لكن الأجمل ما في الأمر هو أن الطريقة جد 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 سهلة وناجحة 100%. يمكن لأي واحد حتى لو مبتدئ وعمره ما حضر كيك أنه اليوم يحضر كيك ويخلي الكل فرحانين ويخلي الكل مبهورين بهذا الكيك. جد سهلة وجد رائعة، فمن غير ما نطول عليكم خليكم مع الطريقة. فعلى بركة الله، أول شيء نقوم بتحضير البيز او الارتكاز او البسكويت اللي حيكون تحت في القالب. بالنسبة لكيك شوكولات نحتاج الى بسكويت عادي كيف ما كتشاهدوا، نحتاج الى 70 جرام من الكريمة، او لو ما عندكمش كريمة يمكن تستعملوا حليب مركز، ونحتاج 70 جرام من الشوكولاتة. فاول شيء نقوم بوضع البسكويت في خلاط آلي، ثم نقوم بفرمه. بعد فرم البسكويت نقوم بإذابة الشوكولات والكريمة، نضع كريمة أو حليب مركز كيف ما قلت لكم، ثم نضع الشوكولاتة. بعد ذوبان الشوكولاتة والكريمة نأخذهم على جنب، ثم نقوم بإضافة البسكويت المطحون. نقوم بخلط الكل لنحصل على عجين واحد متجانس. ثم نقوم بوضعه بالقالب. نقوم بضغط الخليط حتى ينسجم في القالب. فكيف ما كتشوفوا الخليط تجانس وصار كتلة واحدة. الآن نمر إلى تحضير موس شوكولاتة. فلتحضير موس شوكولاتة نحتاج إلى نصف لتر من الحليب، نصف لتر من الكريمة، 300 جرام من الشوكولاتة، 30 جرام من النشا، 30 جرام من بودرة الشوكولاتة، وثلاث أوراق جيلاتين. المقادير بالكوب تجدونها أيضا في صندوق الوصف. في إناء للطبخ وعلى نار جد خفيفة نضع الحليب، ثم نضيف الكريمة، ثم نضيف السكر، بودرة الكاكاو، و 30 جرام من النشا. نقوم بخلط الكل جيدا ونترك الخليط إلى حين الغليان. فبخلاط يدوي نتابع الخلط إلى حين أن يصبح الخليط بهذه النتيجة، ثم نتركه على نار خفيفة مع مواصلة التحريك إلى درجات الغليان. في نفس الوقت الذي نضع فيه الخليط على النار نقوم بوضع 3 من أوراق الجيلاتين في ماء بارد. فعند اقتراب الغليان الخليط يبدأ بالتماسك، وهذا بسبب النشا، فيصبح الخليط قليلا متماسك. نواصل التخليط، لا يجب أن نتوقف بالمرة. فكيف ما كتشاهدوا الخليط أصبح جد ثقيل هذا الشكل. كيف ما كتشاهدوا فالخليط أصبح متماسك، نقوم بإزالته من على النار، ثم نضعه في إناء للخلط.
فكيف ما كتشاهدوا الخليط متماسك الآن. بعد إخراج أوراق الجيلاتين من الماء نقوم بعصرهم ثم نقوم بإضافتهم إلى الخليط. نخلط جيدا مرة أخرى. ثم نقوم بإضافة 300 غرام من قطع الشوكولاتة أو أي شوكولاتة سوداء عادية. لو حبيتوا تستعملوا شوكولاتة غير سوداء فليس هناك مشكل، فقط قللوا من كمية السكر موجودة بالخليط. نقوم بخلط الكل إلى حين ذوبان الشوكولاتة بالكامل. وأحلى موس بالشوكولاتة صار عندنا جاهز. فهنا بقالب الكيك نقوم بوضع ورق طبخ على جوانب الكيك، هذا لضمان أن الموس لن يلتصق بالجوانب ولسهولة إزالته. فيمكنكم أيضا أن تضعوه من البداية قبل أن تضعوا أول طبقة. نقوم بوضع موس شوكولاتة بالوعاء. نقوم بنفس الطريقة للحصول على وجه متناسق، ثم نتركه بالغرفة لمدة ساعة إلى أن يبرد قليلا ونأخذه إلى الثلاجة لمدة 4 إلى 5 ساعات. فمن بعد 4 إلى 5 ساعات بالثلاجة نقوم بإطلاع الكيك. مثل ما بتشاهدوا تزيين على حسب طريقتكم، الكيك اوريدي جامدة ومتماسكة. فغادي نقوم بوضع بودرة الكاكاو من فوق، ثم نقوم بإزالة القالب. نقوم بإزالة الورق. كيف ما كتشوفوا الكيك جامدة، نضعوها بصحن. فكيف ما سبق وقلت التزيين على حسبكم، احنا سنستخدم أنواع مختلفة من الشوكولاتة كيف ما بتشاهدوا. كيف ما شفتوا الكيك ديالنا جاهزة بأسهل طريقة، دائما بأبسط مواد، والمذاق أكيد أكيد دائما جد رائع. كيف ما شفتوا كانت هذه الكيك ديالنا جد سهلة جد سريعة ورائعة المذاق، وأكد لكم جد 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 رائع. وكيف ما قلت لكم في الأول مليار بالمئة ناجحة، فجربوها وردوا عليها بالتعليقات، خلوا تعليقاتكم على كيف كانت الكيك كيف كانت الوصفة، وخلوكم في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.